اسمي ندى وعندي 27 سنه ووزني يعني حوالي 120 كيلو. انا سمعت عن دكتور كريم صبري من ناس كتير وشفته في التلفزيون وناس كتير بتشكر انه يعني دكتور شاطر جدا ومحدش بصراحه اشتكى من العمليه خالص، وده اللي طمني يعني ان انا هعمل تكميم ان شاء الله النهارده. بقالي 10 سنين تقريبا وبنزل وبطلع، فالموضوع بالنسبه لي بقى ازمه يعني. فباذن الله هعمل العمليه النهارده مع دكتور كريم صبري وان شاء الله خير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري، هشرح لكم شويه حاجات عن تكميم المعده في الاوزان اللي هي مش عاليه، يعني الاوزان اللي هي مش 200 كيلو 240 250، الحاجات دي احنا بنعملها دايما. لكن في فئه من الاوزان وفئه من الاعمار المفروض احنا نتكلم عليها برضو، اللي هي الاوزان اللي هي ما بين 110 120 130. الاوزان طبعا احنا يعني دي من الناس او الفئات اللي هي مصابه بالسمنه المفرطه، ومعظم الناس بتقول ان احنا لسه مش في نطاق الناس اللي هم بيعملوا عمليات او اللي محتاجين عمليات عشان ينزلوا نزول الوزن. خلينا اقول احنا مش لازم نوصل لدرجه سنيه كبيره او درجه وزن عاليه قوي عشان نعمل عمليات تحويل مسار او تكميم معده، لا، يعني طالما الوزن او كتله الجسم زاد عن 35 وابتدينا نشتكي من مضاعفات للسمنه، المفروض ان احنا ناخد خطوه فعليه لعلاج السمنه المفرطه. احنا بنعمل تكميم المعدة في الناس اللي هم غير محبي للسكريات او الناس اللي ما عندهمش ادمان للسكريات او شوكليتس او الايس كريم والحاجات اللي فيها طاقة عالية بتدوب بسرعة في البق. الناس اللي هم ما عندهمش سكر يعني يمكن دخل في مضاعفات او بياخدوا جرعات عالية من الانسولين، يمكن بنفكر بقى في تحويل مسار في الناس دول. الحقيقة طبعا تكميم المعدة هي عملية قائمة على ان هي بتقلل حجم الوجبة، بتزود نسبة الجوع شوية، لان هي بتخلص تقريبا من 60-70% من هرمونات او هرمون الجريلين. الجزء المعده اللي احنا بنشيله او بنصغر بيه حجم المعده بيبقى فيه جزء طبعا كبير جدا من الهرمونات دي، وبالتالي بنشبع عند وجبه صغيره، ما بنجوعش على فترات كبيره، وبالتالي نزول الوزن بيبقى مؤكد. تكميم المعده هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه ما بعد اجراء العمليه. يمكن المنظار بيساعد ان احنا نرجع لنشاطنا الطبيعي او العمل بتاعنا بعد يوم من اجراء العمليه. الحقيقه طبعا عمليه تكميم المعده من العمليات السهله، ممكن احنا بنحبها كمان في السن الصغير، الناس اللي هم مش عايزين يعتمدوا على فيتامينات فتره كبيره بنعمل لهم تكميم اكتر من تحويل، وخصوصا في السن الصغير، الناس اللي هم الاطفال او السن المقبلين على الزواج او في بدايه العمر، ممكن كمان ده بنحبه كمان في الناس اللي هم فوق سن 60 سنه، ما بنبقاش عايزين نديهم فيتامينز او يبقى يحصل لهم اي نقص فيتامينز ما بعد العملية. وبالتالي تكميم المعدة هي من العمليات اللي هي الناجحة جدا في إنقاص الوزن، والجميلة والفعالة والسهلة كمان في إقامتها، ويمكن بنرجع لنشاطنا في خلال يوم ما بعد إجراء العملية. هنطمنكم على الأستاذة ندى بعد العملية إن شاء الله، وبالتوفيق بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتور كريم صبري. الحقيقة طبعا ان دي عملية تكميم معدة. تكميم معدة دي عملية بسيطة بتجرى بالمنظار زي ما انتم شايفين. بعد كده بنجهز بقى اختبار التسريب، فاضل كده مسافة دبوس واحد وبعد كده نجهز اختبار التسريب. بعد شوية ممكن بقى نعمل اختبار تسريب، نرجع للبوجي. هنلاحظ بقى اختبار التسريب، احنا بنحط دبيس تحت ضغط جامد، المعدة دلوقتي منفوخة لدرجة كبيرة، تمام، عاملة زي البالونة، احنا قافلينها اهو، عاملة زي البالونة، بحيث انها تبقى ضغط على الدبيس. طبعا الدبوسات طالعه ستريت، مفيش دبوس يمين ودبوس شمال، بحيث ما يحصلش فيه التواء، عامله زي الخيرايه كده، زي صباع الموز زي ما احنا شايفين، حجم صغير جدا ستريت. وبعد كده بناخد احتياطاتنا ضد النزيف، بنعلي الضغط شويه، وبناخد طبقه زياده دهون فوق المعده بحيث ان هي بقى تقلل فرصه وجود نزيف او وجود اي مضاعفات ما بعد العمليه. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي ندى وعندي 27 سنه، وزني كان 120 كيلو، وعملت تكميم والحمد لله يعني فقت بعد ساعتين ثلاثه كده، بس ما حسيتش بالوقت خالص، يعني اول ما دخلت عملت العمليه وفقت ما حسيتش
وقت العمليه ولا باي تعب، وتمشيت بعد العمليه على طول، وكل شويه لازم اتمشى، والحمد لله العمليه سهله وبسيطه جدا، يعني غير كل المخاوف اللي انا كنت متوقعها بصراحه يعني. والدكتور كريم بصراحه دكتور محترم جدا، هو التيم بتاعه وانا بشكرهم، دكتور سمير ودكتور محمد واسراء اسيستنت بتاع الدكتور كريم، والله يعني بجد ناس ذوق جدا وناس محترمه، والمكان جميل ونظيف، وانا بنصح الناس كلها انها تعمل تكميم بصراحه، يعني العمليه سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على سلامتك يا ندى. والحقيقه طبعا تكميم المعده ما بعد اجراءها يعني زي ما احنا شايفين بتبقى الاعاده للعمل او الاعاده للحياه او الريهابيليتيشن ما بعد العمليه. هي طبعا السيكو اللي حاصل ان احنا ما بعد العمليه بنقدر ان احنا نتمشى بعدها بساعتين ثلاثه بتلاقينا بنتحرك بصوره طبيعيه، بيكون يعني يمكن سهل وسريع ما بعد العمليه. احنا يمكن السيكو اللي حصل ما بعد العمليه بساعتين او ثلاثه بنبتدي نتحرك، بنشرب 6 ساعات. تاني يوم المفروض ان احنا بنخرج لحياتنا الطبيعيه، بنقعد يوم في البيت، ولو عايزين ننزل شغلنا ما بعد العمليه. عمليه تكميم المعده هي عمليه قائمه على ان هي بتقلل حجم المعده الى جزء يعني اقل من الطبيعي، عشان ان احنا بنبتدي نشبع بسرعه، ما بنجوعش على فترات كبيره. عمليه التكميم طبعا هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. ما بعد اجراء العمليه نزول الوزن بيبقى تدريجي وصوره صحيه سليمه. ويعني طبعا هي تكميم المعده من العمليات الخفيفه يعني والقويه في انقاص الوزن. والحقيقه طبعا نزول الوزن ما بعد العمليه بيبقى نزول صحي سليم مؤكد، لاننا بنتخلص من جزء كبير من هرمونات الجوع اللي بتخلينا طول الوقت مش قادرين نشبع، واثناء الوجبه الواحده يعني الشبع بيكون اقل شويه، يعني بنحاول ان احنا ناكل كميه كبيره بدون ما نحس ان احنا بالامتلاء او بنحس ان احنا اكلنا كميه كافيه. عمليه تكميم المعده بتقوم على تقليل حجم المعده الى جزء صغير، بنبتدي بناكل فيه، بنشبع بسرعه، ما بنجوعش الا على فترات كبيره. الحقيقه طبعا ان كتير جدا من هرمونات الجوع او الجزء من المعده بنتخلص منه، وبالتالي بنشبع بسرعه، وبالتالي نزول الوزن بيبقى سريع ومؤكد ان شاء الله. انا اسمي محمد سيد حسين القلوبي، انا عندي اعاقه في دراعي الشمال ملكه ولاده. الاعاقه دي ما عاقتنيش، العقني زياده الوزن محجماني، لا انت قادر تشتغل ولا انت قادر تعمل اي حاجه. فقررت ان انا اخد قرار ان انا اعمل عمليه، ودي تاني مره. حدد معاد قبل كده في 2015 وحصل حاله وفاه. انا متابع مع دكتور كريم بقالي 4 سنين. انا وزني 240 كيلو، يمكن يكون زاد في الاسبوع اللي فات ده عشان كنت باكل الحاجات اللي مش هينفع اكلها تاني بعد كده. ما بتعالجش من اي حاجه الحمد لله غير هو الحادثه، الاصابه اللي كنت مركب فيها شرايح ومسامير في رجلي. وان شاء الله بتعاش ان انا الدنيا تبقى حلوه على ايد الدكتور كريم والستاف اللي معايا. ان شاء الله انا هعمل عمليه تكميم معده، ودي هتبقى مرحله اولى ان شاء الله، وان شاء الله تبقى اخيره. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. النهارده هوريكم حاله من حالات التكميم اللي هي بتعالج السمنه فوق وزن ال 240 كيلو. احنا طبعا احيانا بنختار تحويل المسار اذا كان فيه سكر او احنا بناكل السكريات بشراهه، يعني في الحالات اللي ما يكونش عندنا سكر، ما يكونش عندنا مشاكل في الكوليسترول او مشاكل تتعلق بالميتابوليزم، احنا بنعمل تكميم المعده. الحقيقه طبعا في الاوزان العاليه لازم ناخد احتياطاتنا، وبنجهز العيان كويس جدا، لابد ان احنا نكون واخدين احتياطاتنا على اعلى مستوى من المستهلكات الطبيه الامريكيه، المناظير طبعا الهاي ديفينيشن العاليه، لابد كمان من استشاره تخدير متخصص على كفاءه عاليه في تنويم او تخدير الحالات الصعبه زي الاوزان العاليه ما فوق ال 200 كيلو، بيبقى فيهم شويه صعوبه في البنج طبعا، الرقبه طبعا بتكون فيها دهون كتيره او قصيره شويه، بيبقى فيه صعوبه في التنفس شويه، فلازم يكون في احتياطات واجبه يعني ومتوفره من ناحيه التخدير، من ناحيتنا احنا كجراحه، من ناحيه الريهابيليتيشن ما بعد العمليه.
العملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة ليلة واحدة في المستشفى، بعدها بنخرج بالسلام إن شاء الله بعد إقامة ليلة في المستشفى. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودة هوميستيز، مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا وريناها لكم، دبسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي. دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحة ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعدة دي عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة ونشوف احتمالية الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعدة دلوقتي عاملة زي عبارة عن بالونة، يعني لو في اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترم. المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العمليه. بنطمنكم على الاستاذ محمد، الحمد لله هو احنا لسه في يعني في غرفه العمليات لسه مخلصين حالا، يمكن ما كملناش 5 دقايق بعد العمليه. باستخدام الادويه الحديثه اللي هي بتصحي العيان من النقطه الاولى بعد العمليه، يعني ما فيش وقت خالص ما بين العمليه وبين الافاقه، في الاوزان العاليه اللي فوق ال 200 كيلو. يعني بنطمنكم، ممكن الاستاذ محمد يطمنكم على نفسه وبعد شويه ان شاء الله يعني نكمل الافاقه بعد شويه، لكن احنا بنطمنكم عليه. استاذ محمد ممكن يطمنكم بنفسه على العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا محمد العليوبي. بنشكر الدكتور كريم والفريق المعاون معه على حسن تعاملهم معي وعلى الاداء المشرف للطب المصري والكفاءه العاليه والتكنولوجيا والتكنيك العالي في الاجهزه وفي التعامل. الحمد لله ان انا في دكاتره كبيره قوي بدون ذكر اسماء هربت من العمليه ديت وما قدرتش تحمل المسؤوليه ديت. ان بشكر الدكتور كريم ان قدر يتحمل مسؤوليه عمليه زي دي ويديني امل تاني من جديد ان اقدر امارس حياتي واملى دنيتي واشوف حالي ومحتاجي. بنحمد ربنا وبنشكره وبنشكر كل اللي ساهم معانا وساهل معانا في العمليه ديت.
مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير.